الفرقه شباب عاملين ايه؟ كتير اسئله عن الجيل يا كابتن، عاوزين نتعلم عن الضم يا كابتن. يا كابتن انت بتعلم ما بتشوفش ضم يا كابتن. كابتن الضم يا كابتن. يا جماعه يا جماعه، لحد الان احنا نزلنا الفورم الاول لبنج تشامب السيونيوم تاب، انا ما جبناش للتعليم الدمي تمام. زي ما قلنا يا جماعه، احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نتعلم السيونيوم تاب ونفهم الاوضاع، زي ما خدنا الباكسا والبونكسا وتانسا وضع كتير خدناها يا جماعه، وعرفنا ازاي بنستخدمها كطريقه. طيب صدقوا صدقوا والله بالله، انا لحد الان ما عنديش دميه شخصيه، يعني ان شاء الله هجيبها، ووقت ما اجيب الدميه اكيد هتكون عندي خاصه بيتي في مكاني وهعلمكم عليها تمام. لكن الدميه مش كل حاجه، ما نفترض ان ثمنها غالي 3000 جنيه ولا 6000 جنيه او طب وانت مش قادر تشتريها، في بدائل للدميه، في بدائل للدميه. اول بديل انك تتمرن مع صديق تمام، مع صاحبك، بس مش تعوره يعني، خلينا كده ايه ريلاكس اوكي. يومها تمشي تاسي فوزا وحق زي ميون زي سكه يوم وينشن وزن فو ينشن دعم زي سويسرا اوكي. تتمرن مع صديق، تنفذ معاه التكنيكات، تمارسها يوميا. طيب الضربات يا كابتن ديت والبالم وال تشيب بانشز، الحاجات دي كلها ممكن تنفذها على الساند باك، على الول باك. الول باك زي ما اتفقنا اللي هو عمود في الحائط عندك مثلا، بتعمل عليك السلام دي او حاجه زي كده، وبتنفذ في التكنيكات زي ما اتفقنا. بونكسا الكوع، ضربات الكوع، اي حاجه، الرجل كيك اهو، ضربات الرجل سايد كيك فرونت كيك تمام يا شباب. يعني في بدائل كتير، ساند باك هو مش عارف عند محل بابا صوره ولا محل، في ساند باك ب 80 جنيه وب 100 جنيه يعني، و 200 رخيص. والعب عليه التكنيكات بتاعتك اهو. الساعه تتكسر ايه؟ اهو واقف الوقفه بتاعتي، ولا اوكي الركلات بتاعتك اهو واقف، قدم اوكي هات سايد كيك كيف شباب اهو. في بدائل كتير يا جماعه، مش شرط يكون موجود عندي الدميه وانفذ التكنيكات في دماغي. يعني مثلا وانا بشرح بقول هنعمل الباكس اب مع الستريت بانش، وتكون واقف عادي خالص اهو، مثلا تتخيل هو باكس اب تضرب له تمام، او هنا اهو كده مثلا واقف اهو باك اضرب. يعني في بدائل كتير للدميه، وان شاء الله ربنا يعين. اول ما ننهي السيونيوم تاب، احتمال كبير ان شاء الله بقى احنا ننزل شرح برضو على الدميه، لكن يا جماعه في بدائل كتير للدميه زي ما قلت، الساند باك. كتير اسئله عن الجيل يا كابتن، عاوزين نتعلم عن الضم يا كابتن. يا كابتن انت بتعلمنا ما بتشوفش ضم يا كابتن. كابتن الضم يا كابتن. يا جماعه يا جماعه، لحد الان احنا نزلنا الفورم الاول لبنج تشامب السيونيوم تاب، انا ما جبناش للتعليم الدمي تمام. زي ما قلنا يا جماعه، احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نتعلم السيونيوم تاب ونفهم الاوضاع، زي ما خدنا الباكسا والبونكسا وتانسا وضع كتير خدناها يا جماعه، وعرفنا ازاي بنستخدمها كطريقه. طيب صدقوا صدقوا والله بالله، انا لحد الان ما عنديش دميه شخصيه، يعني ان شاء الله هجيبها، ووقت ما اجيب الدميه اكيد هتكون عندي خاصه بيتي في مكاني وهعلمكم عليها تمام. لكن الدميه مش كل حاجه، ما نفترض ان ثمنها غالي 3000 جنيه ولا 6000 جنيه او طب وانت مش قادر تشتريها، في بدائل للدميه، في بدائل للدميه. اول بديل انك تتمرن مع صديق تمام، مع صاحبك، بس مش تعوره يعني، خلينا كده ايه ريلاكس اوكي. كتير اسئله عن الجيل يا كابتن، عاوزين نتعلم عن الضم يا كابتن. يا كابتن انت بتعلمنا ما بتشوفش ضم يا كابتن. كابتن الضم يا كابتن. يا جماعه يا جماعه،
جماعه لحد الان احنا نزلنا الفورم الاول لبنج تشامب السيونيوم تاب. انا ما جبناش للتعليم الدمي تمام. زي ما قلنا يا جماعه احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نتعلم السيونيوم تاب ونفهم الاوضاع زي ما خدنا الباكسا والبونكسا وتانسا وضع كتير خدناها يا جماعه وعرفنا ازاي بنستخدمها كطريقه. طيب صدقوا صدقوا والله بالله انا لحد الان ما عنديش دميه شخصيه يعني ان شاء الله هجيبها وقت ما اجيب الدميه اكيد هتكون عندي خاصه بيتي في مكاني وهعلمكم عليها تمام. لكن الدميه مش كل حاجه. ما نفترض ان ثمنها غالي 3000 جنيه ولا 6000 جنيه او طب وانت مش قادر تشتريها. في بدائل للدميه, في بدائل للدميه. اول بديل انك تتمرن مع صديق تمام, مع صاحبك بس مش تعوره يعني خلينا كده ايه ريلاكس اوكي. عليك تم جيت 아시프회다. 보학자임명지게색게용원천오전포연준다음도지게소전 오케이 تتمرن مع